iyadoo xanuunka coronavirus uu si weyn u saameeyey dunida oo dhan isla markaana ay dad badan ugu dhinteen daafaha caalamka ayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden ay soo saareen qaab cusub oo dadka dhintay ay waasayaan. Ururka lagu magacaabo Islamic Culture Center ee Ringby ama Islamic Culture Center ee xaafadda Ringby ee magaalada Stockholm ayaa aas u sameeyay walaal Soomaaliyeed oo ku dhintay magaalada oo lagu magacaabi jiray marxuum Cabdullaahi Ciise Seraar. Inkastoo walaalkan dhintay aanu u dhiman xanuunka coronavirus, ayaa haddana qaabka loo aasay u ahaa mid dadka Soomaalida loogu sheegayey inay afka soo duubtaan ama ay soo xidhaan maaska afka lagu xidho, isla markaana ay aad u kala fogaadaan. Sheikh Fosi oo ka mid ah culimada magaalada Stockholm oo dadka la hadlayay ayaa u duceeyay walaalka dhintay isla markaana u sheegay dadka aaska ka soo qayb galay in loo baahan yahay inay raacaan nidaamka cusub ee dejisteen ee ku saabsan qaabka loo aasayo dadka dhinta inta lagu jiro xaaladan coronavirus ama COVID-19. وهني طلع الاسقليوف لكن وهرباه تضرع باطنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون بالهي يعني ما كان مصيبه دعوانه انا لله وانا راجعون هاي لكل اخر الله صعد انا وانا بسافر بيننا ما marka waxa way qofkii xudurka Ilaahay haleena Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahiid buu yahay shahiidkana waxa way qabriga markuu galaa la yiri halkaasi uga bilaabanaysaa nimcadii anagu waxa way halkaasi qofka ku caasnay laakiin waxaan u haysanaa qofka inuu cibaadeeyo hadduu Ilaahay u naxariistay oo shahiid ka dhigay raaxo ku jiraya jannada albaabkeeda loo furaya marka waxa way wax cayaar ma aha Ilaahay koonkan uu abuuray marka xudurka Ilaahay keenay waxa moodaa inuu yahay khayr maxaa yeelay nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam hadal dhameeyay wuxuu yiri شر كستو إلهي أبورا خير باكو دحجرا خير كستو إلهي أبورا شر باكو دحجرتا فرقا مركا قاعد أنا شرطا كو دحجرتا عذر كان وحوا إيه كل قان هاد إلهي بامبري إلهي بامبري إلهي بامبري مركا وذار كيساد إلهي مهور وإن أصور نقطان ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلهي عذابك إن أحبكم وصلايا إنه غني حميد لكن محان الغربة إنا إلهي نقول نقول لنا الغربة الدم باتهي مسكينة ضعيفة والعمر كان سيركا ومركي علماء بقول شيء مركي لوج جبيو كلا يقان بقول شيء مركي سيركا لوج جبيو باي مكر سقف حتى لو عركين كاسا عالم كون نبقى قل قل كورم إلهي ذلك دارسي مركم حد دريم يسان مركي مركو حد دريم يسان إلهي أوديسي وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي با جنودي سعود كبر كلو مباهنا بني آدم بين النهاية علم قال إلهي كسيه مقالها وكسيه وروح ده وكسيه ما هنا أكو كبرته كبر ربنا لك وح إبليس وها رب حد جل ما تقارن يعني كبر بوها مركب إلى عالم وسجود مركب كبر كهل إسكندا يو عدوم كجعل كيس معنا ما له عدوم كنا وش قايس إلهي و و و و و ونص أبو ري إنا آخر عمل فرنا جنت إلهي نوح يروي والله ما يسفض ده وعشان تو اختيار أركت أنت سج جلال وبش يا خبر نرسمك السلطان وإذا كذا لك يا ودو بحشو وحجك هالمر وعادو وبينتها بردينت وحلو وفرضيان معاملاتك كلها دي ومدى متقى ناعي شروع الأزوك ولم بعبرايان مركي إخواني في الله وحن الله يحي عذر كان يا شر لو أركن خير لو أركو نيول بلاه والنقب نيول بلاه أبريو بريني بان كتكنا سلادي مكي نتقل نيول بوع الرأي حتى إذا إلهي برنا حتى متقى ناعي ويحن ونغط وحوين من ونغط مركي إلهي وهو روينا أصور نقنوه قادة إنا أصور نقنوه رباء مسلم بإلهي نقنقي نمعاون بالإلهي نسيي انت سبسون كوبايا ولكن هاي قادر في بوها هل عفية قفتي دين كل انا حنوصة الشيغو ويليش يسا جوغة انا قادر جوغة قادر كيا قفتي دين كل ها عفية ها حنوصة الشيغو قفتي وح اسكا سيالينا ووها السنة ها عفية انت تقانا ودرو الشيغو ورنكا ولكن هل عفية ما انت عافي سبو باهين إلهي سبحانه وتعالى وحكو لي وكو عفية هو غني حميد لكن ربنا آذنا وحكو لي لو عفين ما إلهي وعاد الوال مركا وحوى لكاس مسكين كاة وعفية قفكي هذا الإحسلهين فمانو هيا عفية قفكي دين كلنا هنوصل شيئا
إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. أنا دعي إلى سبحانه وتعالى هو نحرسته. أنا اللي هيدون وضم نحرسته. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاك الله خير. دمانتين جزاكم الله خيرا. أكلوا جزاكم الله خير والله هذا وما سنتين إلهي سبحانه وتعالى الدعاء والله كان هو أقبله وحقيقة مرقات فرفي عن أيام أوضة هنا وحاجة هذا الشيء عبد الرساق وكتاب إسلرها عن جرين مساجدك تفسيرك أضياشي لما إن شاء الله تعالى كل بدر باسين دونا هذا الشيء عبد الرساق وأبياش استوكلم ويحيو قادن تنلبات والله يالو أي نفراع نهدي إله إدم دولدة نخاتيرتا وحنا لفري وإنا كل يوم وضرعنا وحنا ليري واد مقليسان وفكي على مظهر قبل دريمة قرقي سهل سكجوه وهاي الاسترتيبي أنا أقول إلهي تلا صارنا هنا أدنا إنا عند ذا الله مركا شي عبد الرساق أو دي بدونا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. عبد الله إنسان سهر الله الله ثاني صحيح في بوها حفظ الله سهر صحيح هو ناك هاي قضاء الله الكهر الله مكرفونك أفكار إلهي وحب شبري يا إله وآمين قبر جيس إلهي إلو الروض إلو الروض الجنة إلو قلبه الله آمين يا رب. إلهي وحب شبري يا دم جيس إلو الأخو لا آمين. إلهي وحن كبري يا رسول كيسي الله حبيبي الله أمين. إلهي وحن كبري يا أولادي سنة أولاد ودعا إيسا الله أمين. إن إلهي تكبره الله أمين وساعدينا الله عبد الله إنا لله وإنا إلهي راجعون. إلهي سبحانه وتعالى وحن وقبرينا إن إلهي وقبر قواس عيو إلهي جنة الفردوس وقبر شاريو أننا جانا أجر كأن من إلهي سبحانه وتعالى إنه نسيه أولادي سي إلهي حفظي يأهل وكتجي ونا جاس أوتوا منه ولكن أن كل شيء إنه أقمر خاتك عينه إن إلهي سبحانه وتعالى إنه وأقبله أن إلهي سبحانه ضد بدنه استوكرم ضد بدن بعنا قد إنتي إنتي نقد متي إلهي سبحانه وتعالى هو ذا نحرسته إلهي قبر يضه هو ذا واسع عيو جناسوين كنتم بنا إن شاء الله واسكوس وشيء قدونا ماذا مساجد دي نجح رينهين وحافعنا الله إنان واتساب يدي إن نمبر هذا هددتكو أي كلا قرطان انت إن جناسة تمت سي جناسوين كنتم بنا واسكوس وشيقنا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ليبان إيو سلامان إلهي أيقن أجل حسناتها كسي مكرفونك إيا قبر القديدي سي كل برخات عبد الله محمد هون كيبل تي في ودن كيسودنا.